نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الدكتور رياض طبارة سفير لبنان السابق في واشنطن، معنا مثل ما ذكرنا معالي الوزير رشيد درباس. صباح الخير معالي الوزير. صباح الخير لك ولسعادة السفير والمشاهدين الكرام. معالي الوزير، نتحدث كنا مع دكتور طبارة عن الموضوع الداخلي، تحديدا موضوع رئاسة الجمهورية، والكلام اليوم عن عراقيل قد تنشأ بالداخل أو حتى من الخارج، وأنه هذا الخيار قد لا يؤتي ثماره يعني قريبا. شو بتقول؟ يعني خلينا نقول انه في جمود صار له اكثر من سنه ونص انكسر. نعم. بدك تتوقع انه في ناس بدها تعترض على هذه الحركه. هي مش انه بهالسهوله الكليه انه في امر كان مقفلا ثم انفتح وتدفقت المياه في المجاري، لا. لسه في سدود، لسه في يعني شو بدي اقول لك، بقايا، في ناس حاطين يعني ركام خصوصي مشان عرقله سراب المياه، كله هذا وارد. بس انه في حركه سياسيه نشطه، والملاحظ فيها تماما، وهيدي اللي يعني بده ينتبه لكل الناس، انه في بتحس انه في مظله دوليه يعني هالمره يعني واسعه، وعم نشوف حركتها. نعم. معالي الوزير، في كلام انه يلام الرئيس الحريري على بعد كلام السيد نصر الله، وهو كان طرح مبادره في هذا الاطار. نعم. انه قدم هذا الخيار وهذا الاقتراح لمصلحه البلد لانهاء هذا الشغور الرئاسي، لماذا؟ يلام قلت لي؟ نعم. يعني في واحد يعني الرئيس الحريري بمفاصل متعدده بالحياه السياسيه اللبنانيه. المبادرات اللي عملها واللي كل العالم كانت تقول غير متوقعة، كانت دائما عم تتم لما توصل درجة الحرارة لل 41، كان يجي يهبط الحرارة ويحافظ على الجسم. والناس يقولوا يعني حدا بيتذكر انه من امام المحكمة بلهاي بيعمل مبادرته؟ حدا بيتذكر كيف تشكلت الحكومة؟ كيف تكلف الرئيس سلام؟ انه هذا الرجل اللي كل انواع الاضطهاد تعرض لها. نعم. اسقاطه بصوره متعسفه، خروجه من لبنان بصوره متعسفه، العبث اللي عم يصير في محيطه، كل هذا وما زال اثبت هذا الرجل على غيابه وعلى عدم انفاقه، علما ان معظم الفئات السياسيه تنفق كثيرا، أن قدرته على التأثير وأن كلمته ستكون نافذة. نعم. معالي الوزير، هل يمكن فرض، رجعنا لهذه الصيغة، فريق مسلم رئيس مسيحي على المسيحيين؟ هلأ أنا بتفكيري وتكويني وثقافتي ما بتخليني أقبل الكلام أنا. يعني أنا ما فيني أشوف رئيس الجمهورية ورئيس المسيحيين. وبما اني انا كمان ما بشوفه لرئيس الحكومه، حتى لما كان سعد الحريري عم يمثل الاكثريه السنيه الكبيره. نعم. ما شفته لا هو ولا ابوه الله يرحمه يعني قاعدين بهالشرنقه، ما حسيتهم غير انه عم يشتغلوا لكل لبنان. انا الان وزير عن الطائفه السنيه، ما حسيت حالي اني عم بخدم الطائفه السنيه، انا عم حس حالي انه واجبي انه انا اتعاطى مع كل شرائح الشعب اللبناني. فانا هذا الكلام التقسيم هذا بيبتدي هيك شكله حلو، انه هيدا نصيبك وهذا نصيبي. بعد قليل بيصفي اقتسام وبيصفي كل واحد عينه على انه ياخذ شقفه ثانيه من حصه الاخر ونقضيها صراع جديد. هذا المفهوم نحن قابلينه منشان نثبت الاستقرار، ولكن اذا بده يصفي هذا هو مفهوم الثابت للدوله، وبعتقد انه سعاده السفير بيوافقني على الكلام، فهي مش دوله بقى، صارت هي بيناتنا الشركه قائمة على التهريب. نعم. لأنه العمل السياسي ما بصير تهريب، هذا بتمرق له لها الطائفة، هذا بتمرق لها الطائفة. مع الوزير، يعني الكلام هو اليوم حول أنه هذا الإقناع، وأين دور القوات والتيار الوطن الحر والكتائب وباقي الشرائح والمستقلين في موضوع رئاسة الجمهورية؟ يجب موضوع اقناع، قال الوزير طبارة في حفلة اقناع او انه مشاورات يجب ان تتم للوصول في حدا طالب ضمانات في هذا الامر. نعم. خليني اقول لك شيء، من مدة ما فيها الاصطفاف انه 14 و8 انخلطت، لانه كل واحد داخل 14 عم يتصرف بدون التشاور،
وداخل 8 انا لمست بطاوله الحوار المقوله اللي عم يطرحها الوزير الفرنجي شويه بعيده عن المقوله اللي عم يطرحها الجنرال عون، والمقوله اللي عم يطرحها اسعد حردان شويه بعيده عن المقولتين، والشيء اللي طرحوه الشباب بالقوات اللبنانيه والقانون الارثوذكسي ثم اتفاق حسن النيات او اعلان النوايا، هذا ما كان في تشاور مع بيت الفرقاء، والمواقف اللي عم ياخذها الشيخ سامي جميل كمان مختلفه. اذا عم نشوف نحن هون انه كل فريق او كل طرف من الفريقين عم يعمل اجتهاده الخاص. هون الرئيس سعد الحريري كرئيس كتله في اكثر من 33 او 35 نائب عم يقول انا مستعد اني انتخب الوزير الفرنجي، عم يقول له الوزير الفرنجي اذا جاي على بالك تنزل واذا كان حلفائك بينزلوا معك عمل حسابك في 35 واحد بينتخبوك. بهذه الاثناء الرئيس الحريري لم يألو جهدا، اتصل بالشيخ سامي واتصل بالدكتور سمير جعجع وعم يحاول، طبعا اتصل بالشيخ مطرس حرب وبالوزير فرعون. هذا الكلام عم يصير، التشاور عم يصير. الان خلينا نحن نفكر فيها، اذا كان في احتمال للحل فخلينا نقول انه هذا الحل ما يكون من ضمن الاصطفاف وكل واحد يسجل انه هذا الفريق ربح هذا الفريق، خلينا نقول هذا حل لكل لبنان من شان نرجع نعيد خلط الاوراق ونقول في مائدة جديدة بمستقبل نحن شايفينه، سواء استمرت الحرب بسوريا او صار في سلم بسوريا، في موجبات على لبنان لابد منها، وهذه الموجبات ما بيقدر يعملها فريق لوحده. هذه الموجبات حي الله لو كان الشعب اللبناني كله متضامن مع بعضه حتى يقدر، اذا كان في مخاطر حتى تصد الخطر بدأ اقصى درجات التضامن. التدخل الخارجي مع الوزير يعني او المتابعه على موضوع رئيس الجمهوريه في حال بقاء الرئيس بشار الاسد بالسلطه وعدم بقائه مرحله انتقاليه لمجيء الوزير الفرنجي رئيس جمهوريه بلبنان؟ لا، في مرحله انتقاليه واضح جدا، وفي مين عم يحكي على شيء اكبر من هيك، بس انا ماني حافظ بهالتفاصيل. نحن عم نشوف انه سمائنا القريبه منا جدا مليئه بطائرات الاحلاف الاطلنطي والوارسو اذا صح التعبير. ونحن شايفين انه كل دول العالم صارت منخرطه، والان تحت يعني بسبب وجود داعش عم تشوف انت انه مزيد من الدول عم تجي على المنطقه. طيب اذا كان لبنان، خلينا نحكي بصراحه، اذا لبنان جاي على باله يصبح جزء من ذلك الركام وذلك الدمار ويلتحق بما يجري على تلك الساحه وعلى ذلك الميدان، والله بيكون يعني من سوء حظنا ومن سوء حظ المستقبل ومن سوء حظ اجيالنا. اما اذا لبنان والقوى السياسية الحية فيه بتقدر تنقى بنفسها عن ذلك الصراع وبتحضر نفسها لكي يكون لها دور كبير في انماء سوريا واعمار سوريا، بيكون هذا وبس هيك، وتكون جاهزة لاستثمار الدفائن النفطية والغازية في بلادها، بيكون يعني على الاقل خرجنا من عنق الزجاجة الى افاق رحمة. حكينا عن رئيس الجمهورية، عن الحكومة، حضرتك وزير بالحكومة. ايه يعني انا مبسوط اذا في رئاسه الجمهوريه مشان يعني تخلص مهمتنا بقى، لان احنا جينا على المهمه لمده 3 اشهر قعدتوا سنتين، طالت الوكاله اكثر من اللازم. منيح، لا نحن مبسوطين فيك تكون في الحكومه مع الوزير، بدك تحلوا النفايات او لا؟ والله لاقول لك شيء، انا ما بحب احكي، بس انا لما عاده كل يوم بتصل ب دولة الرئيس وبتصل بالوزير الشهيب. نعم. انا لمست لهجة متفائلة عند كليهما. شكرا لك مع الوزير رشيد درباس على هذه المداخلة ضمن كلام بيروت. دكتور طبار يعني أخذ حقه موضوع الرئاسي، وأكيد في الكثير يقال إذا بدنا نفوت أكثر بالتفاصيل، ولكن الموضوع الإقليمي الدولي اليوم هذا الحادث التركي الروسي وموضوع رد الفعل الروسي العالي السقف بموضوع الاقتصاد وموضوع السياسي أيضا، إلى أي مدى يمكن أن يأخذ مدى ويؤثر على الموضوع كما يقال التسوية الإقليمية بسوريا؟ يعني هذا سهل، عقد التسوية الإقليمية، مش بس الحادث، دخول روسيا عقدها بكتير نواحي. نعم. يعني شوف داعش عم تستقطب يعني قوى أجنبية أو شباب أجانب من جميع أنحاء العالم بشكل كبير. بدأ هذا الاستقطاب بوجود الأمريكيين، لأنه إجوا الأمريكيين في ناس المطارات
مع الامريكيين دخلوا هلا اجت روسيا وفي ناس معهم طارات من افغانستان ومن تشيشنيا ومن فلذلك كمان هاي عم تستقطب ناس. هلا اذا بتطلع انت بس اخر 10 اشهر سنه داعش بالاجانب بس عم بحكي انا الاجانب حسب التقرير سي اي اي طلع هلا من قريبا جدا يعني نعم. حقيقه يعني بالاخر ايام شفت ديك اليوم بيقول انه كانوا 18,000 اخر سنه 2014 اجانب لدى داعش بتشرين الثاني من السنه يعني بعد 10 اشهر صاروا 30,000 هن عم بيقولوا هيك. هلا بقى انت عم تحضر لضرب داعش وعم تاخذ وقتك ومرتاح وكذا وداعش عم تتوسع. المساحة اللي عندها اياها داعش هلا ما يعني واحد ما بيقدر يتصور مساحتها. دمسي لما راح على العراق هلا من جمعتين بيقول بصريح انه اصبحت 225,000 كيلومتر مربع توازي مساحة بريطانيا العظمى بس يعني تفوت قاعدين وصار عندهم تقريبا 100,000 مقاتل ويقال طبعا في شو اسمه بوليس وفي موظفين في كذا انه كلها سوا تقريبا عمليه 200,000. طيب عشو ناطرين بعدنا؟ هلا اذا نطروا بعد اكثر ما هي الاعداد عم تزيد والاستقطاب عم بيزيد لانه صار في روس. نعم. وبتلاحظ انه المجتمع الدولي بعده مختلف بين بعضه. ولكن بنضرب الدول ولا ما بنضرب الدول؟ هل هذا هو الكلام مجموعه ولا مش هالمجموعه؟ نعم. انه روسيا هل دخلت لضرب داعش ام لضرب المعارضه والوقوف بجانب النظام؟ لولا تدخل فرنسا الاخير هذا التنسيق بعد ما جرى بين الرئيس اولوند والرئيس الروسي ربما تم توضيح بعض النقاط في محاربه داعش. شو أول شيء الروس دخلوا بصراحة إنه نحن بدنا نهدي النظام لدعم النظام لأنه القوى اللي إجت تدعم النظام كمان انهكت ولذلك إجوا هن يساعدوا. هلا طبعا تيساعدوا النظام ما رح يضربوا داعش بدهم يضربوا اللي عم يحارب النظام. داعش ما عم تحارب النظام فلذلك صاروا عم بيضربوا الجيش الحر والنصرة يعني مين عم بيحارب داعش؟ داعش لمين عم بيحارب؟ لا عم بيحارب لأنه ضد المعارضة ولا مع النظام مع مين شو؟ مين عم بيحارب داعش؟ لحتى يحاربوا؟ ايه داعش تركت حقيقة تركت للأكراد لطيران التحالف. هلا بتقلي فرنسا دخلت طيب 10 طيارات بالزايد 10 طيارات بالناقص ما رح تعمل فرق وهن اصلا هن قياداته العسكريه بتقول انه المستحيل تنتهي العمليه من خلال الطيران. بدنا يكون عندنا على الارض ناس مدربين واقوياء وكذا وهلا ما في شويه اكراد ودول عندهم اجنده تبعتهم ما راح يروحوا على دير الزور على بدي اقول على الغوطه الشرقيه هدول عندهم طيب مين؟ ما في حدا من اللي داخلين لا الروس ولا الامريكان ولا حاضرين يحطوا جيوش من عندهم في النظام يعني النظام الغرب عم يطرح انه مش ما في مانع ليس هناك من مانع يشارك النظام في هذه الحمله الدوليه لمحاربه داعش. هيدي غريبه لانه من جهه بيقولوا صرنا مرتين عم نسند النظام لانه جيشه قول هيك بعدين بيجي بعضهم بيقولوا طب خلينا نستعمل جيش النظام يعني طب ما والموجود على الارض بحط الموجود على الارض يعني ما تبقى منه ويعني فعاليته شوف بقلب لانه اعطيهم هدول التو ما قدروا يتقدموا اخذوا كم ضيعه رجعوا تراجعوا. طب اذا منك اذا هاي منطقه محصوره وطيران عم يضربها ومنك قادر ما هذا هو الحل ولذلك بعدهم عم بفتشوا على حل عم بفتشوا على استراتيجيه اللي يقدروا يواجهوا فيها داعش. ولاده التحالف الدولي الواسع لمحاربه الارهاب بعد ما جرى بفرنسا وغير من الدول هل يعني حضر انا بعتقد عم بفتشوا بجديه عم بفتشوا ولكن كل واحد عنده مصالحه.
بعدين كل واحد عنده أهدافه. وبعد ما بلشنا نحكي بكيف الحل النهائي وكيف بدهم يتخانقوا على شقفة الجبنة، ما صار في عندك خلاف. لكن هلا بالوقت الحاضر التكتيك اللي موجود هلا منه كافي باعترافهم لمواجهة داعش. طيب عم نفتش نحن على على شوف، انا كتبت من اول ما بلش ما قال اوباما انا بدي اضرب داعش، نعم، وعطى استراتيجية تبعته الاربع نقاط. انا قلت يومتها بمقال كتبته بعتقد بالحياة، قلت انا في عنده مشكلة توقيت. نعم. انت البرنامج اللي عم تعمله بده سنين، وداعش عم بيكبر شهر ورا شهر. هلا هيدي ما بتمشي مع هاي. نعم. والبرهان هلا بعد سنة ونص انه صارت داعش كبرت بشكل رهيب. بتعرف داعش بلشت ب 700 مقاتل لما انسحبت امريكا من العراق. كان فاضل شي 700 كانوا ضربوهم الجيش الامريكي والصحوة. ضربوهم فضل منهم 700 واحد. لما فلتت الامور لما سحبوا الامريكان كان صارت الثوره السوريه تحولت الى ثوره مسلحه الى عنف. نعم. وبدات الفوضى بسوريا، دخلوا بسوريا من 700 صاروا هلا 100,000. كان هذا الموقف الامريكي المتردد والغير واضح، ولكن اليوم بعد وصول الارهاب الى فرنسا الى غير من الدول وتهديد امريكا وتهديد كل الدول، هل ترى انه فعلا يكون هناك قرار جدي؟ مشكلة شوف او بالحل السياسي. هلا طلع انجلترا، انجلترا ديك اليوم يعني رئيس الوزراء الانجليزي بده يدخل يبعث كم طيارة. هلا عنده مشكلة مع المجلس النواب تبعهم. ليه؟ شو الحجة تبعتهم؟ مش انه ما بنضرب داعش، ما في داعشيين بالمجلس النواب الانجليزي. عم بيقولوا انه يا اخي تبعتنا كم طيارة بعدين شو؟ ما قلك إلا شو هي الاستراتيجية تبعتكم؟ إيه حتى نقدر نقول لك إيه هذه أول خطوة برافو، بنرجع بنمشي خطوة تانية. ما في خطوة تانية. إذن المطروح في حال الحل العسكري والقصف من الجو لم يؤدي النتيجة، المطروح هو هذه التسوية السياسية، ما يبحث في فيينا وغير فيينا. تسوية سياسية وعمل على الأرض. نعم. العمل على الأرض ما له التسوية السياسية، رح يعمل تسوية مع داعش؟ في عندهم مطالب. ما بيقولوا ما بنحكي معهم. لهم دور. ايه طبعا. طيب لا، انه الامريكان والروس والكذا، نحن ما بنحكي مع داعش، نحن بدنا دمستورة بيجي اول ما اجى قال انا بدي اعمل وقف اطلاق نار. طيب عظيم، بس مع مين؟ انا بقدر مون على الجيش الحر، بس الجهة الثانية اللي عم تقوص ما فيني مون عليها، بس بدي اعمل وقف اطلاق نار. ما فيك تعمل وقف اطلاق نار من جهه واحده، لانه ذلك بده يرجع يضربه، وهلا عم بيحكوا بوقف اطلاق نار. ما عندك، ما انت ما بتحكي لا مع داعش ولا مع النصره ولا مع افرقاء اخرين. طيب كيف انت بدك تدخل فيها؟ ما في استراتيجيه واضحه، ولا واضحه ولا غير واضحه. عم بقول لك البرلمان الانجليزي معند لانه عم بيقول لهم قولوا لي ما هي الخطوه القادمه، انا ما بدي ادخل دخلوني بشغله خطوه خطوه ولاقي حالي وصلت بمستنقع ما بعرف كيف بدي. من هنا كان كلامك دكتور طبار انه هذه الازمه معقده وقد تطول، لانه غياب استراتيجيه وموضوع العسكري يبدو انه على الارض طبعا لم يؤدي الى نتيجه طبعاً. حتى الان راح نتابع معك دكتور طبار الموضوع الاقليمي والدولي بعد التوقف للاستراحه ثانيه. ابقوا معنا مشاهدينا. We'll be right back.